سلام، غبت عليكم. والحق والله الا دائما كنقول نتفكر نوز تليفون نصور لكم شي فلوغ، نصور لكم شي حاجه. فحق كنتلها وكنسى انني خصني نصور. المهم هنايا كنصور لكم من محطه التران، حيت انا مسافره كاينه في جهه كاتالونيا في اسبانيا، وهنايا كرينا واحد الدار وكنت ماشيين باش نمشيو ليها. كرينا واحد فيلا باش ندوزو فيها بيسين مسبح بريفي خاص، باش زعما نعومو على خاطرنا وكل شيء. وسبحان الله هاد النهار هذا بالضبط ما شطحشت. المهم هنايا كنت كنصور لكم، ركبنا في التران وكنا ماشيين باش ننزلو فواحد المحطه، وعاد ديك الساعه نشبرو ان شاء الله الهدا، نسيت شنو اسمه، نصبروا الترام. هنايا كنا مشينا، هنايا تقسمنا حيت اللي مشى في الطوموبيل، وهنا بقينا خونا نمشيو في الترام. طبعا ماما وبابا مشاو في الطوموبيل. المهم هنايا صبرنا الترام وصلنا تقريبا خيرونا، ومن بعد كنا ماشيين جهه برشلونه. هي ماشي في وسط برشلونه، جات في واحد المدينه قريبه ليلى شويوش. بالحق هي هذيك زعما طريق برشلونه. في الاول كان ترام خاوي، بالحق من بعد ما شركوا الناس من خيرونه كيبدا يعمر التران، حيت تما كيكونوا زعما الناس بزاف اللي ماشي يمشيو. المهم هنا بقينا ماشيين، وهنا نتعاود معكم بيد بن حنا ماشيين في الطريق بحال ماشيين معايا في الطريق. غير واحد الموقف كان وقع لي وفكرني في شي حاجه. سبحان الله ما عرفتش علاش الناس كيقدروا مثلا يحسدوك ولا هي هذيك يحسدوك، بغيت نقولها بطريقه الطف من هيدا سعوال، يحسدوك على شي حاجه اللي يمكن هي هما عندهم حسان منا. لان سبحان الله دائما كنقولها لكم في الفيديو، هي الرزق ربي انواع، كل واحد سبحان الله ربي شمن رزق عطاه. كاين رزق الصحه، رزق الفلوس، رزق الزواج، رزق دي مثلا العيال الاطفال، كي ربي عطاه اللي عطاه العيال كي اللي لا، كي رزق الصحه، رزق سبحان الله متنوع بزاف. شنو الناس سبحان الله دائما كنت سمعت وقال الحمد لله على رزق اعتدنا وجوده فنسينا شكره. الحمد لله على نعم اعتدنا وجودها فنسينا شكرها. سبحان الله الانسان، اسمح لي على هذا الصوت، هذا الجر اللي كينبح حيت هذا ساكن حدانا وكيسمع التسموطه باش نكمل معوده. قلت لكم دابا الا دورتي شفتي حداك غادي تجبر عندك شي حاجه اللي الناس ما عندهمش. المهم في الفيديو كنت كنوريكم هنا هاد السنيسله، هذا ذهب ابيض عجبت لي اختي كادو، وهذوك التعليقات كل مره كتقدر تزيد فيها تعليق. هنايا كنا وصلنا وجلسنا كنستناو اختي، لان ما صورت لكم شي دوزنا، ما صورت لكم شي بلي ركبنا في الترام، لان كنشوش عامر. هنايا وصلنا وبقينا كنستناو اختي غتجيب الطوموبيل مورانا. وصلت بابا وهذا وغادي تجي مورانا حنايا. وهنايا كنا ماشيين في الطريق مطاع صراحه كيحمق كيدي العقل. كنا هذه كانت الطريق باش نمشيو للدار. بالحق الطريق كانت كاد حمق، كامله شجر وطبيعه. انا كحمقني المقطع اللي فيهم الشجر والطبيعه. ودابا شنو نوريكم الدار، حيت انا بديت تفاجات الدار صدقت كاد حمق، حيت حنايا من الغزافاسيون غير في الانترنت، يعني شفنا غير تصاور ما شفناش في الواقع. حتى وصلنا عاد جوناها في الواقع، كنا كنقولوا يا ربي تكون فحال في التصاور. صراحه هنا حنايا في الداخله، ان شاء الله غنزل لكم واحد الفيديو صورته من الداخل كامله الا بغيتوا طبعا تشوفوها. هنايا وصلنا ودخلت باش نوريكم الداخل. هذا الصالون، و المهم كيف ما كتشوفوا كان صالون بغرت صالون اللي فيه تلفزيون. هاي كانوا المواطه ديالنا، حيت ما درقناش باقي، ما درقناش نطلعوا، ما بقاو كيسناونا.
وهنايا اللي عليها نايض روينه كامله لا بيسين بيسينا بريفي باش نعوم على خطر خطرنا وبالمنظر اللي بغارطا كي حمق كي حمق كي حمق عرفتي واحد الاحساس كي دير عقل ممكن نوريكم شتر من هنايا هكذا من الكوزينة ودخل هذا الباب مش الشتر فحل فوطة شي غريبة حيث نشرنا الفوطة هنايا فحل فوطة فوطة دوشت بالمعقل لم تنزل هذا خلص الفوطة لا الحقا بديك يبقى في الشتا شوية بس ما يبقاش هيدا احنا بخاف الله كانت انصالة في الحوايج الله نزلناهم هاي ندخل كاين باب من الرافعين وكاين باب من دخلة الكوزينة من هنايا بزاف المهم كما شفتوا ان شاء الله وصلنا وصل الشتاء جينا مع الشتاء نيشان بالحق في العشيه صافي شوش الهواء زعما كان مزيان وخرجنا باش نفتشو هي كانت واحد لازون ما فيهاش شي بزاف فين تمشي مشينا جبنا واحد ريستورون كاين تما ومشينا نجيبو العشاء حيت ما جبنا شي بزاف تسخرة معنا ما توقعناش شي صراحه ومشينا نفتشو شتو هادو ديالي ما قلتوش واش مزونين ولا لا وصافي هنايا كنا مشينا نفتشو على ديك ريستورون شوف القطة انا ما شفتوش هادو عند سيما كتحمق في الليل ديك الغابة اللي بغارتنا نسمع كدير العقل ما كيبانش حيت طفينا ديك الديوان هادو الديوان كيتشعلو في الليل طفيناهم حيت اليوم هينا بالطرق ندوزو وصافي قلت رانا أصور لكم تشوفوا الدنيا في الليل تلك دران اللي كنت تدخل تشعلها وهنا يا البيت ولكن الصباح إن شاء الله أصور لكم